والموضوع ما هواش بس 300 جنيه بتزيد كحد أدنى للأجور للمواطنين المصريين المخاطبين بهذه الزيادات، واللي مع الوقت إن شاء الله هيكون كل الناس بتتعامل وتتعاون عشان يكون الحد الأدنى موجود. يعني الناس اللي شغالة باليومية، الناس اللي شغالة من غير عقود، الحاجات دي بيتم تقنينها مع الوقت. لكن الأمر الهام إن هو موضوع ما هواش 300 جنيه بس، انت بتبص لها ان فلان الفلاني الشخص محمد عبد الرازق اسماعيل عبد الله فلان فلان علان كل واحد فيهم زاد 300 جنيه. لما تحسب كل الناس اللي زادت 300 جنيه هتلاقي مبلغ في الاخر ضخم. المبلغ ده جزء من موازنة الدولة. انا مش عايز اقول موازنة الدولة بتتحمله او على عبء على موازنة الدولة، لان في الاخر كل واحد لازم ياخد اجر نتيجة عمله، ده شيء مفروغ منه، بس ده جزء من موازنة الدولة. يعني لما بتتكلم في 300 جنيه اضربهم في عدد بقى الناس اللي هتزيد 300 جنيه ده، فتقدر تعرف الموازنة بقى فيها قد ايه للمرتبات، وده رقم ضخم. وبالتوازي معاه هناك ايضا القرارات الاخرى الخاصة بالعلاوات، احنا بنتكلم في علاوتين واصلين ل 8 مليار جنيه مصري، وده رقم مش قليل جدا، يعني مش قليل خالص ان انت تتكلم في رقم ان انت زياده مره واحده على الموازنه 8 مليار جنيه. ده ليه؟ عشان الحكومه عارفه ان في ضغط في بعض السلع، سلع اسعارها ارتفعت، في تحرير لسعر الصرف، في منظومه اقتصاديه كامله بيتم التعامل معاها من سنين. فدي نقطه مهمه، وخلي حضراتكم فاكرين ان كان في احد المؤتمرات اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا عايز المواطن يبقى مرتبه من 15 ل 20 ألف جنيه، ده اللي أنا عايزه للمصريين، هنقدر نعمل ده؟ وكان بيوجه كلامه للحكومة المصرية. فهي خطوة من خطوات كتيرة جدا جدا إحنا هناخدها إن شاء الله في المستقبل، ونتمنى إن إحنا نزيد في ده. دي نقطة. النقطة التانية، لما بنتكلم في تطوير شخصية مصرية أو تطوير دولة، أنت بتتعامل لازم مع التعليم والصحة، كوادر هامة جدا. احنا عندنا بكل صراحة، يعني ما حدش يزعل، يعني لان دي صراحة وموجودة، احنا عندنا ازمة في التعليم في مصر. التعليم في مصر جودته مش احسن حاجة، تفاصيل كتيرة جدا منها السادة المحترمين المدرسين، وبرضو ما حدش يزعل، في مدرسين للأسف ما هماش على مستوى انه يكون معلم. وفي نقطة مهمة جدا، الفرق ما بين المعلم والمدرس، وأكيد كل التربويين عارفين الفرق. إزاي أخرج مدرس قادر على إن هو يعلم الطلبة، يحتويهم، يشرح لهم، يفهمهم؟ إحنا عندنا أزمة في الموضوع ده، زائد أزمة تجديد المناهج، زائد أزمة المدارس، زائد أزمة البنى التحتية، زائد أزمة الكورونا، زائد تجديد المنظومة التعليمية، كل دي حاجات مهمة جدا. كان على الجانب الآخر المدرسين بيشتكوا من التعيينات، وكان في كتير فاكرين حضراتكم حملة الماجستير والدكتوراه وعايزين يتعينوا، وفي مخاطبات لوزارة التعليم إزاي إحنا ما بنتعينش، وفي تفاصيل خاصة بالعقود، أكيد حضراتكم فاكرين الفترة دي كلها. امبارح كان في قرار بتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات. يعني انت بتزيد عدد المدرسين عشان يستوعب الزيادة في السكان والزيادة في بناء المدارس. أتمنى تنفيذ القرار من وزارة التربية والتعليم يكون فيه اختيار على أسس صعبة، يعني مش أي حد يتعين مدرس، نصعب الموضوع تربويا وعلميا، مش أي حد ينفع يبقى مدرس، مش أي حد يقف في فصل ويكلم طلبة. مش الموضوع مش بس ان انا حافظ المنهج وبحفظ الولاد او بفهم الولاد، في الجانب التربوي. فنتمنى تطبيق القرار ده يكون بمنظومة حقيقية صعبة جدا 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 عشان مش اي حد يتعين مدرس. فدي نقطة مهمة، تعيين 30,000 مدرس سنويا. كمان في حافز للمعلمين عشان المعلمين بيعانوا ايضا من ضعف المرتبات، ففي 3 مليار و100 مليون جنيه مصري للمعلمين عشان المعلم يبقى مرضي، حاسس ان هو بياخد مقابل لعمله. مش بس المعلمين، كمان اعضاء هيئه التدريس في الجامعات تم تخصيص 1,500,000,000 جنيه تمويل حافز الجوده الاضافي لاعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثيه. خطوه من 100 خطوه
في خطوات تانية اكيد هتكون موجوده، بس اهم حاجه ان احنا مش واقفين مكاننا، ان احنا بنستمر في المشي. طبعا طبعا حسام، انت اتكلمت كمان في نقطه هامه جدا وهي تاهيل المعلمين في المدارس، دي نقطه هامه جدا. وبرجوع مره اخرى بقى لفكره الارقام وسرد الارقام، احنا بنتكلم بس في العلاوتين فقط 8 مليار. خلينا نبص الارقام الاخرى في كل القطاعات، قطاع الصحه، التعليم، الطرق، كل القطاعات مليارات كتير جدا بتنفق لتحسين جودة معيشة المواطن وأيضا توفير حياة كريمة. أكيد كل الشكر للي فكر في المواطن وأيضا المبادرات اللي بتؤخذ عشان تحسين جودة المعيشة، لكن في جزء آخر، ده طبعا من حق المواطن أنه يعيش حياة كريمة وأنه جودة معيشته تبقى على أعلى مستوى، وأن احنا دايما نكون في تحسين. يبقى أن احنا نعي ما يحدث، نبقى عارفين كويس ايه الخطوات اللي بتؤخذ عشان نبقى فاهمين. ما يجيش اي حد يجي يقول الدوله بتعمل ايه وبتقدم ايه، لا الدوله بتعمل. وخلينا دايما نحط امام اعيننا ان في دلوقتي ظرف عالمي وهي جائحه كورونا، اكبر الدول الاقتصاديه بتتعامل فقط مع هذه الجائحه وازاي انها تقدر تتعايش مع الجائحه. واصبح واضح جدا للعيان انه دلوقتي الدولة مش بتتعامل مع الظرف ولا بتتعايش مع الظرف، بالعكس هي بتواجه وبتتحدى الظرف. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.